الدفاعي، وبالتالي بهذا الوصول اللي ممكن ان يسجل من خلال المنتخب الاردني. لقطه الان في الطرف الايمن، عرضيه بشكل ممتاز، كره خطيره والكره تستمر، ولكن برافو 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 ايضا بكر يظهر للمره الثالثه من امام محمد العبسي. برافو يا محمد، يتصدى ويتالق، الكره ما زالت مستمره لصالح المنتخب الاردني. انتفاضه كبيره الان في الامام، يا سلام على مرور، يا سلام على عرضيه خطيره، الله نعم سجل بكر، ظهر بكر كالبونا يسجل لصالح المنتخب الأردني، 1-2 و3، الرابعة ثابتة، والتحية كبيرة عن طريق عبد الله أبو زما. سجل المنتخب الأردني، كنت أحذر منها قبل دقائق بأن المنتخب الأردني وصل مرة ومرتين وثلاث ومن نفس اللاعب، من نفس اللاعب. هذه المرة كان متواجدا في الصندوق، كان متواجد في منطقة الجزاء، وسجل نجم الجزيرة بكر كالبونا، يظهر ويسجل لصالح النشامة. هي من بدري خطيرة، من بدري خطيرة، شوف الانتفاضة، شوف القوة والتقدم، وبعد ذلك الإرسالية في المرمى. سجل المنتخب الأردني بهذه المهارة العالية وبهذه التمريرة الجميلة كانت من عارف الحال، عرف الطريق المرمى، بكر كان موجود، ركنها بكر.